ما قرأوا قرار مجلس النواب ويقول لي شلون مو نايمين؟ لا نايمين، هو نايم، هو نايم وما يدري. احنا لا معالي الرئيسة لا تقاطعيني، هو الحين جاعل نفسه مدافع عن مجلس الشورى، ممثل لمجلس الشورى وليس ممثلا عن الحكومة، فهو يتحمل الكلام اللي يجيه. سلم شاء الله، ما بغي انه يعني اخذ ورد وعطى، لان وقتكم ثمين وامامنا ايضا يعني جملة قوانين ومقترحات قوانين، ولكن انا كمدافع عن الشورى ادافع عنكم، يعني في غياب الشورى ادافع عنهم، في غيابكم انت ادافع عنكم ايضا. يعني ربما ينقل لكم ولا ينقل، ولكن نقول كلمة الحق دائما، وانا امثل الحكومة الموقرة في جلسات الشورى والنواب. يعني رد سعادة النائب كان جدا عنيف، انا ما عندي مشكلة، ترى انا صدري واسع جدا واكبر مما يتصور، والله العظيم والله العظيم، فانا ما عندي مشكلة على فكرة ابدا. هو يدخل من الحاكي من هنا، مو بتقليلة من الكلام، ولكن يكون ما يحمل القلب يدخل من هنا ويخرج من هنا، يكون بس القلب، يكون القلب ما يحمل شيء. ولكن قضية ان انا نايم، انا بالعكس انا يمكن الوحيد اللي قاعد هني، واخواني واخواتي يطلعون ويرجعون ياخذون استراحه، يشربون قهوه ويشربون، وانا مضطر او ملزم ان انا اقعد احتراما للمجلس واحتراما لكم بشخوصكم جميعا. فابدا ابدا سلمكم الله، انا ما يضيق صدري بكلمه قال، ولكن الكلمه العدل جيده دائما، الكلمه العدله جيده دائما، ولكن قضيه ان انا فلان نايم وفلان صاحي وراقد ومجلس رائع، ابدا الكل صاحي الحمد لله، وبتوجيه جلاله الملك وسمو رئيس الوزراء احنا حاضرين للعمل في اي وقت، ليل او نهار او كما ترون في كل الاوقات ان شاء الله.